اهلا وسهلا بيكم، معاكم كريستينا صامون من شركه اونت وين للتسويق والاستثمار العقاري. احنا موجودين دلوقتي في معرض سيتي سكيب وبالاخص في الجناح الخاص بشركه دي ام بي. معانا استاذ عماد سيلز دايركت في الشركه. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله، انت عامله ايه كريستينا؟ كله حلو نشكر ربنا. كنا حابين نبتدي حوارنا مع العملاء بتاعتنا، احنا مين كدي ام اي في المجال التطوير العقاري في سوق مصر؟ تمام، احنا شركه ديار مصر. ديار مصر بقى لها 21 سنه في سوق العقارات المصري، ثابت عملنا موجوده في المعادي والزمالك واكتوبر والتجمع. نازلين العاصمه الاداريه بثلاث مشاريع بحجم استثمارات 900 مليون جنيه. اول مشروع لينا كانيون في منطقه الداون تاون. ديار مصر عملت ايه قبل كده؟ احنا مسلمين اكتر من 100 وحده في المعادي، 120 وحده في الزمالك. ديار مصر بنيت ثلاث مصانع في المدينه الصناعيه في اكتوبر، غير الوحدات اللي سلمناها في التجمع، في النرجس، في البنفسج، في الياسمين، في جنوب الاكاديميه، في ليك فيو. فاحنا ثابت عملنا ضخمه جدا من سنه 2000. حابين ننزل العاصمه الاداريه فنزلنا بكيان جديد دي ام بي، ديار مصر بروبرتيز. فمنطقه الداون تاون كانت اولى منطقه ان احنا ننزل بيها ونستارت بيها، لانها اول منطقه او اكبر منطقه تجاريه ترفيهيه موجوده في العاصمه الاداريه بالكامل. بالظبط، احنا نتيجه لكده احنا اخترنا لاند مارك كلوكيشن ينجح معانا المشروع ده كميزه، وكمان خلينا من العوامل اللي تنجح ده كمان الاستشاري بتاعنا والتنفيذي والاداره، فممكن نتكلم عنهم اكيد حاجات تفصيليه. احنا واحنا بنختار اللوكيشن بتاعنا كنا حابين جدا ان احنا نبقى موجودين قريبين من الحي الحكومي والحي المالي. الحي الحكومي والحي المالي عامل الجاهزيه فيهم يعني يكاد يكون almost done بالكامل في العاصمه الاداريه، فانك تبقى قريبه من الحي الحكومي والحي المالي ده بيوحي او بيدي قد ايه احنا منطقه جاهزه او قد ايه منطقه جاهزه ان احنا ننفست فيها بشكل كبير جدا. طيب انك تبقى قريبه من محطه مونريل 400 متر بالظبط من محطه مونريل، ده يعني بالنسبه لك كانفستمنت ترافيك عظيم جدا هيبقى عند الانفستمنت بتاعك سواء كان تجاري او اداري. طيب لو احنا اوريدي بنيجي نستثمر عندي استثمار اداري، انت اوريدي صاحب الشركه هيحب جدا ان المكان بتاعه يبقى قريب من محطه مونريل لسهوله الوصول للانفستمنت بتاعه او اكسسبيليتي للمكتب بتاعه، هتبقى يعني مميزه جدا والموضوع بالنسبه له ستيبل. احنا موجودين على محور رئيسي موجود، اعرض محور موجود في منطقه الداون تاون كلها، 70 متر عرض المحور. كمان احنا واخدين كورنر، واخدين ممشى سياحي فيو تاني، ممشى سياحي عرضه 22 متر بلس البابليك جاردن مساحتها 6000 متر مربع عندي في اللوكيشن. واحنا بنختار الاستشاري الهندسي بتاعنا ما كانش فيه افضل من دكتور حاتم غيث، الاستشاري الهندسي اللي ذهب ووتر واي، انجح مول موجود في التجمع الخامس بالكامل. شركه الاداره بالنسبه لنا دي ام بي هتدير المول بالكامل، ودي كانت فكره ناجحه جدا لان انا اوريدي اونر لوحدات موجوده في المول عندي، فانا هبقى كين جدا ان الموضوع يبقى عندي ناجح وان الاوبريشن نفسها تمشي بشكل ستيبل، وهبقى كين جدا على نجاح المول في حته الاداره دي جدا. حلو، يعني بما اننا جايبين عوامل بتنجح البروجكت بتاعنا من استشاري وكمان كتنفيذي واداره، احنا كمان بنفكر في الماستر بلان نقسمها ازاي، بما انها منطقه اعلى كثافه هتكون موجوده في العاصمه الاداريه الجديده وسط البلد الجديده بمعنى اصح. تمام، خلينا نتكلم احنا قسمناها كتجاري ازاي بالمساحات بتاعتنا الادمنز وهكذا يعني. تمام، خليني اقول لك احنا نزلنا بفيجن جديده كده موجوده عندنا في المول بتاعنا. احنا اول مول متخصص في الداون تاون، اول مول متخصص، احنا مول اداري بالكامل ارضي بس تجاري. دي ميزه قويه جدا، سواء حد سواء الانفستور اللي يجي يحط عندي فلوسه في حته تجاري، نتكلم كتجاري انت بالنسبه لك يعتبر بتشتري مني نشاط حصري، لان احنا بنتكلم دور واحد تجاري، فاوريدي انت بتشتري مني نشاط حصري. وانس انك فتحت نشاط معين، فكره او احتماليه ان النشاط يتكرر هي اولموست مستحيله او صعبه جدا يعني. والاول للعاشر كلها احنا المول بتاعنا جي بلس 10 طبعا، اتنين بس من تحت الارض وارضي بس تجاري، ومن الاول للعاشر كلها مكاتب اداريه اصحاب شركات وبنوك. فبالنسبه لي الامج بتاعت المول هتبقى محترمه جدا، انك تاخدي في مول متخصص اداري بالكامل الموضوع هيبقى مختلف جدا عندي في كاني. بالظبط، ان انا كل الناس الموجوده في المول اصلا ابسط حاجه هتنزل تاخد حاجتها من تحت، وهيبقى ده الترافيك المين الاساسي عندي. ده لو بنتكلم كاستثمار تجاري، كمان بلس ان انت كواحد هتيجي تستثمر عند استثمار اداري الفاسيلتيز بتاعت المول بالكامل هيبقى ليك اكسس ليها، مش مفيش حاجه ممنوعه سواء لنشاط تاني غير ان هو كلهم مكاتب اداريه. اوكي، طب ايه اللي احنا بقى عاملينه مميز بخصوص يعني سيتي سكيب واحنا موجودين فيه بيخلي العميل يقرر ان يجي يشتري النهارده في دي ام بي؟ طيب احنا بالنسبه لدي ام بي احنا حابين باول بروجكت لينا ان احنا نعمل براند لدي ام بي جديد في العاصمه الاداريه ونكسب ثقه العميل للعاصمه الاداريه، فنازلين باعلى ريت ديسكاونت موجود في العاصمه الاداريه كلها 58% ديسكاونت الكاش. أوكي. 58% ديسكاونت الكاش بلس ان انا عندي في سيتي سكيب سبيشال اوفر ان انا عندي فرصه ان انا اقسط الكاش بتاعي على سنه، فبلاقي ان دي فرصه الانفستمنت عظيمه جدا، بتشتري اولموست الانفستمنت بتاعك بتلت سعر الوحده اللي بتشتريها انستولمنت في نفس الاريا، فده الانفستمنت اللي انا بضمنه لك من داي وان عندي. واو،
ده حلو قوي، ميرسي جدا ليك. وان شاء الله يكون ده اوفر يساعد العملاء بتاعتنا. نورتونا، انتوا نورتونا، وان شاء الله الانفستمنت بتاعكم ناجح معانا. امين ان شاء الله. وبكده نكون انتهينا من شرح اكتر في مشروع دي ام بي داخل المعرض. لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر عن المشروع والعروض اللي هتكون مكمله معانا حتى بعد المعرض، كلمونا على الرقم الظاهر على الشاشه. في تيم كامل موجود عندنا هيساعد حضرتك في اختيار الوحده المناسبه للاستثمار.